كان اعتقد كابتن فاروق جعفر هو اللي بيقود الزمالك في المباراه دي، انسحب الزمالك من المباراه. ماتش الاوتوبيس اللي كان مصر كلها مستنيه يوصل للاستاد. صحيح. ففي سوابق لده. يعني اقصد اقول ايه، انا بتكلم هنا على عقليه اللاعب نفسه بيستقبل ازاي خبر زي كده، لما اسمع انه وانا بحضر نفسي ذهنيا ونفسيا ان انا اللقاء المنتظر، احنا ملناش علاقه بترتيب الجدول، لكن جمهور الكره في مصر كله منتظر من اسكندريه لاسوان مستني ماتش الاهلي والزمالك. صحيح. بغض النظر عن النتيجه والمنافسه يعني هو ديربي يعني. لما يحصل انه اسمع قبل المباراه بثلاث اربع ايام انه انا فرقتي مش تلعب مباراه، انا النادي بتاعي هينسحب من مواجهه، تاثيره على اللاعبين، تاثيره على اللاعبي بقى ايه بالتاكيد. شوف انا دايما بقول انه العمل الاداري والمنظومه الاداريه هي سبب نجاح كل شيء. كل حاجه، كل حاجه. عشان كده انت وانا وكل اللي بيحبوا النادي الاهلي او بيشتغلوا في النادي الاهلي عارفين انه نظام النادي الاهلي هو العمل الاداري هو سبب نجاح النادي الاهلي ووجوده دايما على منصات التتويج. القرار زي ده مش مدروس بدليل انه هتشوف نادي الزمالك هيروح المباراه، لكن تاثيره، تاثير قرار زي ده والتسرع في اتخاذ قرار زي ده على اللاعبين اولا وعلى استعداداتهم ونفسيا هيتعاملوا ازاي مع المباراه، اعتقد ان دي حاجات كتيره جدا بتاثر على اللاعبين وعلى ادائهم داخل المباراه. شوف دراسة الأمور إداريا بتفرق كتير جدا جدا في اتخاذ القرار وعدم التسرع فيه. فأتمنى أن نادي الزمالك، طبعا نادي الزمالك بيمتلك دلوقتي مجلس إدارة محترم جدا جدا وليه كل احترام، لكن أتمنى أن هم يراجعوا نفسهم بشكل جيد قبل اتخاذ أي قرارات، خاصة لما يكون خاصة بالدوري، بالدوري المحلي. احنا عندنا بطولة شوية يعني من موسم فات كنا بنقول انها شوية مستقرة، ابتدت شوية تتحسن، صحيح في مؤجلات كتير، اتمنى ان هم يتلاشوا الفترات اللي جاية. لا شوف شوف في فترة من الفترات الدوري المصري كان فيه مشاكل كتيرة جدا جدا. في العقود، في مشاكل اللاعبين، في الحكام، في المؤجلات، في انت عارف الحسابات. انت عارف يا اشرف النهارده جهاز الكمبيوتر لما تفضل تحمل عليه برامج كتيره وتحط عليه ملفات كتير جدا طبعاً ويهنج، بتحتاج انك انت تعمل له فورماتنج، يعني بتمسح كل اللي عليه وتعمل له ريستارت فيطلع الجهاز كانه جديد. هو بالظبط منظومه الكوره، مش بتكلم على الدوري، هي منظومه الكوره في مصر محتاجه انها يتعمل لها فورمات. صحيح. محتاجه انها تتنسف وتتعامل من اول. متفق معاك مليون في الميه. مليون في الميه. انا ما بتكلمش على التطور اللي بيحصل، في تطورات بتحصل بصراحه، يعني خلينا نتفق انه في جهد ملموس، بس في النهايه مش هدي النتيجه المنتظره في النهايه. تمام. مش ده المنتج. تمام. اللي جمهور الكره في تمام. مصر. تمام. انا متفق انا وانت على ده من فترات طويله. انا بقول لك بس انه انت ارتضيت من البدايه ان الدوري يمشي بهذا الشكل. ايوه. ما نجيش في النص الدوري او في مرحله معينه من الدوري اعترض. انا انا خلاص وافقت من البدايه. هو ده اللي انا بتكلم عنه، انه في رابطه الانديه، في 18 نادي موجودين في الدوري، مفترض ان قبل البطوله بيكون عندي رولز للدوري همشي عليها. لجنه مسابقات وتحديد مواعيدها ومؤجلاتها و و و و كل الامور دي المفترض ان كل الانديه بتوافق عليها بحقوقهم، بحقوق الانديه، بمكاسبها من الدوري، كل حاجه. مظبوط. من الالف الى الياء. لو انا النهارده نادي وافقت على الاشتراطات ولائحه رابطة الأندية وجيت في وسط الجدول أو في وسط الدوري أو بعد عدد مباريات من الدوري واعترضت، أبقى أنا كده غير يعني. صحيح. أنا كده مش يعني مش ماشي بشكل جيد. لكن لو كلمنا عن منظومة الكرة في مصر، لا، المنظومة محتاجة تغييرات كتيرة. طيب. جدا جدا. هرجع للماتش مرة تانية. اتفقنا أنه وارد جدا الاحتمال الأغلب أنه يكون محاولة لامتصاص غضب الجمهور على حساب او الهاء. طبعا. يعني بدل ما تركزوا معايا في خساره المصري ركزوا معايا في انه انا مش هلعب ماتش الاهلي، فاعمل يعني قنبله الناس كلها. يعني ده الأقرب. طب ده سؤال تاني، لانه بعض الجماهير ممكن تفسرها على انه خوف من المواجهه. يعني في ناس تقول لك ممكن يقول لك زي مثلا يعني ما تقال انه الزمالك لما ما راحش الاستاد او الاتوبيس مش عارف طلع بس ما وصلش. كل الناس شافت انه الزمالك كان متخوف جدا في التوقيت ده يواجه النادي الاهلي. هل ده سيناريو ممكن يكون بيتكرر؟ هل شايف انه في فوارق كبيره قوي كده تخلي نادي كبير وصاحب تاريخ الزمالك طبعا وباسم نادي الزمالك
يحاول يتخوف او يتجنب. والله بعض الحسابات في بعض الاوقات لاجهزه فنيه او اداريه ممكن تفكر بالشكل ده، خاصه انه في الانديه الكبيره او الجماهيريه، بلاش اتكلم عن الانديه الكبيره بس، خلينا اقول لك الانديه الجماهيريه. يعني في بعض الانديه الجماهيريه حتى الصغيره لكن عندها جماهيريه في بلد مثلا، لو اتكلمنا عن المحله مثلا او منصوره او الانديه اللي عندها جماهيريه، في بعض الاحيان بتكون متخوف من مواجهه الجمهور. الجمهور هي دي المشكله، هتقول له ايه؟ هتقول له او هتبرر بايه؟ فدي احيانا بتعمل ضغوط. يعني شوف، مفترض ان واحد من افضل مواسم، انا اخر بطوله قاريه خدها الزمالك بطوله الكونفدراليه دي، مفترض انها اعتقد لا انا بتكلم على السنه دي، انها تخلي تقول لك انه تجدد الدوافع، يعني احنا رجعنا تاني ناخد بطوله قاريه بعد مش عارف كام سنين غياب. هو اعتقد الزمالك كان خد كونفدراليه اعتقد 2017 18 مثلا، اعتقد 17 حاجه 18 كده، وقبلها دوري ابطال 2002 تقريبا او 2002 او 2001 كان. فبالتالي مفترض ده يبقى يتبني عليه، يعني سايكولوجي الاداره انه انا محقق نجاح كبير فابني عليه مشوار مختلف شويه عن الاخفاقات اللي قبل كده. صحيح. هل شايف انه في دروب للزمالك بعد الكونفدراليه، او انه الفريق محليا مش قادر يكمل بنفس، او انه تم استنزافه، او يعني تحليلك ايه للقصه دي؟ فريق محقق الكونفدراليه بيعاني جدا في الدوري المحلي، بيخسر قدام النادي المصري، مواجهه قدام النادي الاهلي، ف بيعلن انه لا انا بفكر في الانسحاب، او انا خدت قرار بالانسحاب ومش هظهر في ملعب المباراه. هي دي سيكولوجيه اللي بتكلم عنها، يعني الفكر لا بكلمك كوره، يعني هل ممكن دي مثلا تبقى ممكن يعني احتماليه انه انا قاري انه الزمالك واقع، انه مثلا يعني مثلا يعني على سبيل المثال، يعني مش اقصد كلمه حرفيا بس، انه جوميز مش في احسن اوقاته، انه اللعيبه اللي شايله الفرقه عندها دروب فني. فلا خلي بالك، بعد الكونفدراليه نادي الزمالك تقريبا ما حققش غير فوز واحد تقريبا من بعد الكونفدراليه، اعتقد ان فوز واحد في كل المباريات اللي لعبها نادي الزمالك، ودي مشكله كبيره جدا. ازاي بيبقى عندي الدفعه المعنويه الكبيره جدا جدا ان انا بحقق بطوله قاريه زي الكونفدراليه ويحصل لي الدروب ده في النتائج، على الاقل حتى في بطوله محليه المفترض انها يعني اقل من المنافسه في البطولات القاريه. أيوة. وبالتالي الدروب اللي حصل ده طبعا بيعمل تخوف كبير لدى مجلس اداره، لدى الجهاز الفني، خاصه انه عندهم غيابات كتيره جدا برضو، فده بيدي مع زي ما اتكلمنا انه يعني قرار الامتصاص، غضب الجماهير. أيوة. كل دي اسباب تخليك تروح، لازم تفكر فيها بنسبه كبيره جدا ان ده اللي بيدور في عقل وذهن الجهاز الفني او الجهاز الاداري او المسؤولين في نادي الزمالك. لكن انا شايف ان كره القدم فيها منافسه كبيره، ونادي الزمالك من الانديه الكبيره، واعتقد ان سواء كان التخوف من واجهه النادي الاهلي في هذه المرحله او قرار الامتصاص غضب الجماهير، اعتقد ان دي قرارات غير سليمه وغير سويه، اتمنى ان التراجع فيها. يعني احنا بنتكلم في 72 ساعه وهتبان الامور، سواء حضر نادي الزمالك للمشاركه في المباراه، ده شيء يعني يسعدنا، او لم يحضر الزمالك. الحقيقه في كلتا الحالتين اصبح المسؤول او صانع القرار في موقف حرج، يعني فكره انك انت تاخد قرار ثم تعلنه على الملا ثم تعبر عنه بشكل رسمي ثم تتراجع عنه، ده في حد ذاته يحسب عليه مشكله كبيره طبعا. وفكره انك انت لا تقدر اسم وقيمه المكان اللي انت بتمثله او بتنتمي اليه او بتنوب عنه في اتخاذ القرارات، فبتاخد قرارات غير مدروسه، قرارات انفعاليه، قرارات ملهاش تفكير في الابعاد اللي بتترتب عليها لكل